السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده هنعمل نوع جديد من الحلويات، هو نوع خفيف وجميل جدا، طعمه حلو وكمان طريقته بسيطه وسهله واقتصادي جدا. زي ما انتم شايفين انا بقطعه عشان تشوفوا قطعه منه كده، طعمه جميل جدا زي الكيكه كده. تعالوا نشوف ايه المقادير ونشوف طريقه التحضير. انا معايا كمية من البسكوت السادة، ده بسكويت شاي اي نوع انت حباه، والكمية على حسب الصينية اللي انت هتعملي فيها. معايا كوباية من كريم باستري وكوباية من الكريم شانتي، طبعا نص كمية الكريم باستري هنحط كريم شانتي، وطبعا هو فيه سكر مش محتاج نحط سكر. ومعايا كوباية من اللبن او الحليب. اول خطوه هنعملها هبدا ان انا اضرب الكريم باستري مع الكريم شانتي بالمضرب، وهنخلص كده واحطه في كيس حلواني، وبعد كده نكمل باقي الوصفه، نشوف هنكملها مع بعض ازاي. زي ما انتم شايفين انا عملت الكريمه وحطيتها في كيس حلواني. هبدا بقى ان انا اجيب صينيه وهحط كده البسكوت في اللبن، اغمسه فيه كده واحطه وارصه جنب بعضه، واعمل الطبقه الاولى زي ما قلت لكم. طريقته سهله خالص وبسيطه وما بتاخدش اي وقت، في ثواني بتعمليها، وكمان ما بياخدش وقت في التلاجة كتير، يعني تقريبا من ساعه لساعه ونص، وبعد كده تبداي تقطعيه وتقدميه. تمام، كده خلصت اول طبقه. هبدا احط بقى الكريم باستري كده، انا حطيته طبعا في كيس الحلواني علشان يسهل لي الفرد. هبدا بقى ان انا افرده بالمعلقه، بس بصراحه انا جيت افرده بالاسباتيول كده فما نفعش معايا، بيلزق، فبدات اجيب معلقه واحطها في اللبن وابدا ان انا افرد، بيسهل جدا الفرد لما تحطيها في اللبن. هبدا احط الطبقه الثانيه من البسكوت بالشكل ده، نفس الطريقه الاولى، نفس الخطوات، يعني احط طبقه بسكوت وطبقه كريمه لما اخلص كميه البسكوت اللي معايا وكميه الكريمه. تمام كده، وبكده خلصنا كمية البسكوت، ودي اخر طبقة من الكريمة. ببدأ ان انا يعني اسويها كده كويس. ممكن بقى ان انت تاكليها كده وتقدميها، وممكن برضو تزينيها اي حاجة موجودة عندك، ممكن صوص شوكولاتة، ممكن اللي هو صوص الكراميل، او كمان ممكن تفرمي بسكوت وتحطيه على وش الصينية كده، برضو بيدي شكل حلو وطعم احلى، زي ما انت حابة يعني. اي طريقة من دول ممكن تعمليها هتبقى حلوة جدا. هبدأ اعمل خطوط كده من صوص الشوكولاتة. تمام كده، هبدا بقى اجيب خله سنان واحاول ان انا اديلها شكل حلو كده. طبعا بعد كل مره بمشي فيها الخله لازم ان انا امسحها بمنديل كده عشان ما تبوظش الدنيا. وزي ما قلت لك انا هحطها في التلاجة، مش هتاخد مني اكتر من ساعتين، يعني من ساعه ونص لساعتين، او ممكن ساعة ونص، يعني ممكن قبل كده. وده بيبقى شكلها النهائي. انا هدخلها التلاجة وبعد كده بعد ما اخرجها هنشوف، هنقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي. وبكده خلاص خرجناها من التلاجة، اخدت معايا ساعة ونص، جميلة جدا وطبعا خفيفة قوي قوي في الاكل، احسن من اي كيكة هتعمليها، يعني ممكن اي شوية كريمة موجودة عندك وبسكوت هتبدأ ان انت تعمليها، وتبقى ايه حالة كده سهل بارد وسريع في دقايق تكون عملتيه. ما شاء الله طبقات البسكوت وبينهم الكريمة طعمه تحفة، زي ما قلت لك خفيف وطعمه خطير جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.